منى زكي، منى زكي الممثلة المصرية الشهيرة بتقول سوف أتحدى الإسلاميين، هتعمل إيه؟ سأرقص عارية في رمضان، سأرقص عارية في رمضان، هتقدم دور رقاصة في ملهى ليلي في مسلسل دنيا آسيا. ده هيبقى في شهر إيه؟ شهر العبادة. ايه رايك يا خالد يوسف يا اتحاد الفنانين يا اشرف زكي يا كل اتحاد الفنانين ونقابه الممثلين، هل دي اخلاق مصريه؟ هل ده من اجل مصر؟ هل ده ابداع ام ده خراب؟ ارقصي يا منى، يا رب يا رب بدعيلك، بدعيلك تموتي وانت بترقصي، بدعيلك. ما هو في دعوتين، يا ربنا يهديكي يا ربنا ياخدك وانت بترقصي. الدعوة الأولى يدعيها لك الشيخ محمد حسان، والدعوة الثانية يدعيها لك أبو إسلام. بدي عليكي، انت بتتحدي مين؟ تتحدي ربنا يا مفترية؟ هترقصي عريانة في رمضان؟ طب اعتذري عن ده بسرعة، اعتذري لحسن ربنا يصيبك بسكتة قلبية تموتي على ما انت عليه من ضلال. ها؟ لحمك ده حرام، لحمك ده حرام. عامله بطل عايزه تبقي شهيده، ويا رب يكون الخبر كذب.